مرحبا بكم في السلطة الرابعة والذي نستعرض فيها دوما أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية وإلى عناوين اليوم. في موقع يمن مونيتور، أزمة وقود خانقة في مناطق الحوثيين والأسعار تشعل السوق السوداء. في ثورة نت، الميليشيا الحوثية الإرهابية تدفن 20 جثة مجهولة في المحويت. وفي العرب الجديد، الأمم المتحدة تطالب بتمكينها من زيارة المواقع المثيرة للقلق غربي اليمن. البداية مع يمن مونيتور، حيث ذكر في تقريره الخاص أن الحوثيين أعلنوا في نوفمبر الماضي انفراجة في أزمة البترول وانتهاء طوابير الانتظار أمام محطات التعبئة. وقد نشر الموقع اليوم تقريرا قال فيه أن محطات بيع الوقود التجارية توقفت عن عمليات البيع بشكل شبه كامل وسط أزمة خانقة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. إذن قال مراسل الموقع أو موقع يمن مونيتور في صنعاء إن السوق السوداء سيطرت بشكل شبه كامل على عملية بيع الوقود بصنعاء، مع ارتفاع أسعار بيع مادة البنزين من 5900 ريال إلى 15000 ريال للصفيحة سعة 20 لتر، أي ما يساوي الدولار الواحد بنحو 595 ريال، مضيفا أن الوقود اختفى بشكل كامل من محطات التعبئة في صنعاء والحديدة وأيضا مناطق أخرى. تحدث غمدان الشرفي وهو مواطن، تحدث للموقع: اضطررت لشراء جالون وقود بنحو 15000 ريال بسبب الحاجة الضرورية للخروج من المنزل بالسيارة لتلبية مطالب العائلة. وقد أضاف: لجأنا إلى السوق السوداء لأن محطات التعبئة الرسمية والتجارية أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر الوقود واضطرار غالبيتها إلى التوقف عن العمل وانتظار ما سيتم ضخه من شركة النفط العامة على فترات متباعدة بكميات ضئيلة لا يستفيد منها السكان. حصل موقع العاصمة أونلاين على وثيقة لائحة أصدرتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بما أسمته بلائحة الغرامات المعتمدة والخاصة بالمنشآت الصيدلانية الخاصة. وقد نشر تقرير قال فيه إن مالكو صيدليات ومخازن أدوية في العاصمة صنعاء أكدوا أن ابتزاز الميليشيا الحوثية في قطاع الصيدلة زاد مؤخرا على نحو كبير، عرضهم لخسائر كبيرة وأجبر بعضهم على الإغلاق وإيقاف نشاطه الصيدلاني. إذن في هذا الصدد قال أيضا للعاصمة أونلاين بأن الميليشيا عملت غرامة على مبنى الصيدلية إذا كان غير مبني من الخرسانة المسلحة، وهي غرامات تعسفية لتطفيش هذا القطاع الحيوي وللسيطرة عليه من قبل هوامير الميليشيا الحوثية التي تتحكم في كل شيء وتريد أن تحوله وتستغله كسوق سوداء. وفقا للموقع، فقد أوضحت الوثائق مقدار الغرامات المفروضة على الصيدليات والتي تتفاوت مع الغرامات الخاصة بمخازن الأدوية والتي قد تصل إلى 500000 ريال، منها مساحة المنشأة الصيدلانية إذا كانت أقل من 24 متر مربع سيكون غرامتها بحسب لائحة الحوثيين بنحو 50000 ريال، وبالغرامة نفسها إذا وجد أن عرض أحد أضلاع الصيدلية أقل من 4 أمتار أو أن ارتفاع المنشأة يقل عن 2.5 متر. أما إذا كانت أرضية الصيدلية غير مستوية وبها بروزات فسيدفع المالك نحو 25000 ريال. تفرض كذلك الميليشيا الإرهابية قيود مشددة على المختطفين والمخفيين قسرا، وتمنع عليهم التواصل مع ذويهم منذ سنوات لتطمينهم عن مصيرهم وأوضاعهم، وهو ما جعل أسرهم تعيش حالة من الخوف والهلع على مصير ذويهم. إذن في هذا الصدد كذلك وحول
هذا الموضوع، قال موقع الثورة نت بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على دفن 20 جثة مجهولة بمحافظة المحويت في خطوة أثارت قلقاً أوساط المواطنين، خصوصاً مع اتساع ظاهرة دفن الجثث المجهولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. ذكرت مصادر محلية أيضاً في المحويت للموقع أن ثلاجات المستشفى الجمهوري امتلأت بالجثث المجهولة وسط مخاوف من أن تكون هذه الجثث لمخفيين قسراً في سجونها المستحدثة بالمحافظة، والتي بلغت نحو 7 سجون فضلاً عن المعتقلات السرية. ذكر أيضاً موقع الثورة نت في تقريره بأن الميليشيا الحوثية أعلنت منتصف العام الماضي أنها بصدد دفن 715 جثة مجهولة في خطوة اعتبرها قانونيون حينها أنها منافية للإنسانية وتظهر محاولات الميليشيا الحوثية للتخلص من جرائم قتل خارج القانون تحت يافطة جثث مجهولة. وفي العاصمة صنعاء يشكو المواطنون من اشتداد حدة البرد خلال هذا العام وسط انتشار للأمراض الشتوية مثل الإنفلونزا والحمى وغيرها من الأمراض المزمنة، في الوقت الذي تعصف بالبلاد ويلات الحرب المدمرة منذ 6 سنوات. ذكر موقع يمن شباب في تقرير له أنه منذ بداية يناير الجاري تشهد العاصمة صنعاء موجة صقيع غير مسبوقة عصفت بالمواطنين، وقد كانت أكثر قسوة على العمال الذين يضطرون للخروج مبكرا والجلوس على أرصفة الشوارع على أمل أن يحصلون على عمل يومي يؤمن قوتهم الضروري. يقول الحاج أحمد علي إن الظروف المعيشية القياسية أو القاسية التي يعاني منها جعلته يتحدى البرد القارس ويسابق شروق الشمس للوصول إلى حراج العمال بانتظار الحصول على العمل الذي لا يأتي أحيانا، حيث يعود إلى سكنه مهموما بتوفير لقمة العيش. وقد أوضح الموقع في تقريره أن الأزمات والحرب أثقلت كاهل المواطن اليمني، حيث أصبح توفير لقمة العيش أصبح من أصعب المهام التي يقوم بها رب الأسرة في ظل الارتفاع القياسي في أسعار السلع الأساسية وعدم وجود أي دخل مادي منتظم، وخاصة في فئة عمال المهن اليومية الذين هم الأكثر تضررا في معيشتهم. الكاتب في موقع المصدر أونلاين عبد اللطيف المرهبي قال إن جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية لم تقف عند عملية الانقلاب على الدولة والإرادة الشعبية بقوة السلاح وإدخال اليمن في حرب دامية ل6 سنوات مضت، بل استمرت الميليشيا تباعا في ممارسة الجرائم الإرهابية بحق الشعب والوطن، ومن ذلك ما يلي: أولا، مشروع الولاية والعنف والكراهية والنعرات. ثانيا، العقاب الجماعي للسكان من خلال حرمانهم من المياه والكهرباء والأمن. ثالثا، حرمان الأطفال والنساء من اللقاحات الطبية والعلاجية وأيضا وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى ذلك فرض الجبايات لتموين عمليات الاعتداءات الحربية والمناسبات الطائفية، وكذلك قطع المرتبات على الموظفين ونهبها، واستخدام الموارد المالية للحرب والثراء لقياداتها، نهب الاحتياطي النقدي والودائع البنكية، نهب أرصدة هيئة التأمينات والمعاشات بأكملها. وقد أشار المرهبي في مقاله إلى أن جرائم حركة الحوثي الانقلابية الإرهابية تعد دليلاً كافياً لتصنيفها منظمة إرهابية وتستدعي اتخاذ إجراءات وأيضاً خطوات عملية رادعة ومناسبة للتعامل معها، وبما يؤدي إلى تنفيذ القرارات أو قرارات مجلس الأمن وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة وسلطات النظام والقانون لكل اليمن. وقد رفع يد أيضاً رفع يد الإجرام والتسلط والإرهاب لجماعة الحوثي عن المواطن وإنهاء وكبح جماح التهديدات والمخاطر القائمة والمحتملة بحق السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي، واستهداف كل عناصر ومصادر القوى المعتمدة والداعمة لجماعة الحوثي الانقلابية الإرهابية قياديا وتمويليا وتسليحيا وغير ذلك.
في الصحف العربية وتحديدا في صحيفة العرب الجديد التي قالت في تقرير لها إن البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة طالبت أطراف النزاع اليمني بتمكينها من زيارة المواقع المثيرة للقلق، وذلك في أعقاب معارك دامية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة إماراتيا وجماعة الحوثيين لليوم الثالث على التوالي. قالت البعثة الأممية إذن في بيان صحفي وصلت إلى العرب الجديد نسخة منه إنها تلقت تقارير مقلقة عن زيادة كبيرة في الاشتباكات في أجزاء من الحديدة في الأيام الأخيرة، لا سيما في حيس والدريهمي. ذكر رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهجت جوها أن ذلك التصعيد يتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والخسائر بين المدنيين الناجمة عن ذلك وغير المقبولة. وكرر المسؤول الأممي دعوته للطرفين لتمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق بما فيها المناطق المتنازع عليها وبشدة ومواقع الحوادث الكبيرة الأخيرة. قال وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة اليمنية صنعاء الواقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية مقرا لها أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدات وانعكس بشكل فوضوي على برامجها خاصة في المناطق المحررة. أوضح الشرجبي في حوار مع الشرق الأوسط أن وزارته تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة بحسب وصفه. وقد كشف وزير المياه والبيئة أن اليمن يعاني عجزاً مائياً يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة. وتحدث المهندس توفيق الشرجبي أن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومنع هذه المرافق من الانهيار وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن أهم البرامج في هذا الشأن توجيه جهود المانحين من أجل دعم المؤسسات والمرافق أو مرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية. قالت صحيفة القدس العربي إن ردود الأفعال ضد القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس هادي بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية كشف عن حركة مبيتة من بعض القوى السياسية المدعومة من الإمارات وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد شرعية الرئيس هادي ومحاولة إعاقة أي خطوات أو عرقلة قرارات رئاسية. قال مصدر سياسي إذا لصحيفة القدس العربي إن ردود الأفعال التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض الأحزاب السياسية كشفت عن بداية تشكل تكتل سياسي جديد مناهض لسياسة الرئيس هادي، ويتكون التكتل بشكل واضح من الأدوات الإماراتية في اليمن. وقد أوضح المصدر للصحيفة أن بعض الأحزاب السياسية أو بمعنى أدق بعض قيادات هذه الأحزاب اصطفت إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ضد سياسة الرئيس هادي السيادية في محاولة للانقضاض على سلطته الشرعية في البلاد، مضيفا أنهم كانوا يعتزمون ممارسة الضغط على الرئيس هادي لتعيين إحدى القيادات السياسية المحسوبة على الإمارات في منصب النائب العام. وكذا شغل منصب رئيس مجلس الشورى أو شغله من قبل الموالين لهم، غير أن هادي استبق هذه الخطوات التصعيدية وعين من يرى أنهم الأصلح والأكفأ لهذه المواقع الهامة بعيدا عن المحاصصة السياسية والتي لا علاقة لها باتفاق الرياض الذي يخص تشكيل الحكومة فقط. أما التعيين في هذه المواقع السيادية للبلد فهي من اختصاصات رئيس الجمهورية الأساسية. وفي ختام أترككم مع هذا الكركتر.